مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. اعتقد ان اهم خبر النهارده يمكن ان نبدا به هذا البرنامج هو قرار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه المصري بتوزيع كافه رموز النظام السابق من المحبوسين سواء احتياطيا او يقضون احكاما من سجن المزرعه الذي كانوا موجودين فيه في منطقه سجون ترى الى عدد من السجون المصريه وعدم اجتماعهم في سجن واحد. الحقيقة الطلب ده لم يكن فقط طلب شعبي ولكن أيضا كان طلب وجهه إلى السيد وزير الداخلية البرلمان المصري وبالذات لجنة الأمن القومي الدفاع والأمن القومي ولجنة أيضا الشباب في اجتماعهم بمساعد وزير الداخلية خلال الأيام السابقة في احتقان في الشارع لوجود كل هؤلاء المحبوسين في سجن واحد. وهنعرف التفاصيل دلوقتي من سيادة اللواء محمد نجيب رئيس قطاع السجون بوزارة الداخلية. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير. اشرح لنا بالضبط ايه تفاصيل القرار ومتى سيبدأ التنفيذ؟ هو طبعا في تم التنسيق بين قطاع السجون والسيد وزير الداخلية على اساس ان السيد وزير الداخلية وجه بتوجيهكم تم بنوضع فيه قواعد التوزيع اللي كان محكوم عليه واللي هو مش مطلوب للنيابات تم ترحيله لسجن بعيد عن القاهرة اللي هو سجن القناطر اللي هو أسامة الشيخ وأنس الفقي وعمر عسل وفي مساجين آخرين عليهم واخدين احكام دول اربعه تانيين. يعني فندم خلينا نحدد اللي هم واخدين احكام هيذهبوا الى سجن القناطر. سجن القناطر الاحكام اللي غير مطلوبين في قضايا اخرى بيعرضوا عليها في المحاكم. غير مطلوب واخدين احكام وغير مطلوبين لقضايا اخرى يعرضوا عليها. وهؤلاء هم الاستاذ اسامه الشيخ، الاستاذ انس الفقي، الاستاذ عمرو عسل. تمام. مظبوط. ومين كمان يا فندم؟ بقت بس دول في اربعه تانيين لان المحكوم عليهم سبعه من رموز النظام، الاربعه التانيين لهم جلسات اخرى. تم وفي بقى ال 34 المحبوسين حبس احتياط. دول كل دول تم توزيعهم على ثلاث سجون في المنطقه المركزيه او في منطقه ترى، سجن شديد الحراسه اللي هو بيسمى العقرب، وسجن المزرعه وسجن ملحق المزرعه. وفي بعد يومين كده ان شاء الله وثلاثه في سجن بيتعمل فيه ترميمات هننقل جزء منهم برضو عشان يبقى اجمالي التوزيع على خمس سجون، لكن اللي هو تقرر حاليا اربع سجون لحين الانتهاء من السجن ده. تم الانتهاء من نقل بعض المساجين في شديد الحراسه في ترى وفي القناطر، وبكره هيتم اللي هيتنقل لسجن ملحق المزرعه، وبعد ثلاث ايام او اربع ايام هيتم النقل في السجن الخامس ان شاء الله. طيب مين اللي تم نقله بالفعل يا فندم؟ ما انا لا الكشوف انا مش معايا، لكن الكشوف مش معايا، لكن اللي انا يعني مثلا اللي انا اعرفه ان علاء وجمال هيتنقلوا في سجن ملحق المزرعه، اللي هم الثلاثه اللي انا قلت لحضرتك عليهم، الباقي متوزعين ما بين هو علاء وجمال ومعاه ناس تانية في ملحق المزرعة. طب ملحق مش هو ده نفس السجن اللي هم كانوا موجودين بيه؟ ده سجن وده سجن وده له إدارة وده إدارة. بس هم كانوا موجودين في المزرعة مظبوط؟ لا في في المزرعة. فملحق المزرعة سجن آخر، عشان بس معلش نوضح للناس يا فندم. سجن آخر له قواته وله قوامه وله حراسته ويبعد عن السجن اللي هو المزرعة. طيب النقطة الثانية ان احنا بنراعي في توزيع المساجين مدى الخصومة بين النزلاء وبينهم او بين النزلاء كافة النزلاء، فدول اصلا في بالنسبة لهم في ما نقدرش نحطهم في السجون الجنائية، ممكن يحصل اعتداء عليهم، ممكن يحصل حاجات زي كده، خاصة ان فيهم عداء بينهم وبين ناس تانيين. فاحنا بنراعي في توزيع السجون هذا الموضوع، بنراعي برضو السن، بنراعي الحاله المرضيه، بنراعي الحاجات دي كلها. طيب تم توزيعهم على الاربع سجون دول حاليا،
تم التوزيع على 3 سجون والسجن الرابع بكره ان شاء الله. طيب وماذا عن، هل صحيح انه مثلا وزير البترول الاسبق مهندس سامح فهمي وحسين مجاور وعلاء ابو الخير دول هيروحوا سجن العقرب؟ لا انا ما فيش سجن العقرب، انا قلت لحضرتك اللي هيبقى خارج القاهره اللي هم الثلاثه دول، الباقيين لهم جلسات لسه. يعني ما فيش، يعني ما نقدرش نبعدهم عن مين اللي هيجيبهم من الجلسات. يعني في عندنا الجلسات اليوميه بتاعه حبيب العدلي وحسني مبارك وعلاء وجمال والمساعدين، دول يوميا لحد ما ينتهي الحكم، وهكذا في ناس ثانيه بتتعرض على المحاكم زي احمد عز، زي احمد نظيف، زي بقيه المساجين او بقيه رموز النظام السابق، بيتعرضوا في جلسات وبيطلعوا في جلسات وفي مامورات ترحيل. وان احنا يعني من الناحيه القانونيه حتى بيكونوا السجن الاقرب للمحكمه التي تحاكمه. طيب هي دي النقطه. طيب انما لو ما فيش مانع، لو هو ما فيش المانع ده هيتوزعوا في اي مكان. طيب يعني ماذا عن احمد عز وصفوت الشريف وزكريا عزمي واحمد فتحي سرور، دول هيذهبوا الى اي سجن يا فندم؟ لا ده انا بقول لحضرتك انا مش قدامك بشوف، لكن كله هيتوزع بالنظام اللي انا قلت لحضرتك عليه. اذا كانت يعني لهم جلسات لازم يكونوا في موجودين في سجن ما في القاهره. يعني احنا عندنا الثلاث سجون دولي في المنطقه اللي هو القريبه من المحكمه، وهم بتيجي ماموريه الترحيلات تبقى ماموريه واحده والفراسات تبقى واحده. انما لما بيبقى في احكام والاحكام دي انتهينا منها ومفيش مش مطلوبين في قضايا اخرى يتوزعوا على اي سجن. طيب الحاله الامنيه هل تم تحديد مين اللي هيروح السجون شديده الحراسه؟ اتحدد بس والله لو معايا الاسماء حضرتك بتكلميني وانا خارج العمل دلوقتي، لكن لو كلمتيني تاني بعد نص ساعه ولا ساعه اقول لحضرتك مين ومين. انما هو في العمليه احنا بنراعي دايما في التوزيع اللي هو عدم الاعتداء عليهم من الاخرين او عدم التراشق بينهم وبين بعض، لان دي دايما احنا حتى بناخدها في اي سجن من السجون، لو في خصومه بين 2 مسجونين بنوزع ده على سجن وده على سجن. طيب ماذا عن وزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي؟ ده موجود في سجن اللي هو، لان هو طبعا بيتعرض، وفي قضيه اخرى اللي هي القضيه اللي موجوده بتاعت قتل المتظاهرين ومحكوم عليه في قضيه او اثنين، والقضيه الثالثه اللي هي بتاعت المسجونين وانتوا بتشوفوه في الجلسات وهم طالعين يوميا، فده بيبقى موجود برضه موجود في سجن المزرعه، في فرق بين المحبوسين احتياطيا ويبقى لهم اماكن خاصه والمحكوم عليهم اماكن اخرى. ده في تصنيف السجون وفي قانون السجون ولائحته التنفيذيه. فالمحبوس الاحتياطي بيبقى له مكان بيختلف عن المكان اللي في السجن الثاني، والتعامل معاه بيختلف عن المحكوم عليه. يعني دلوقتي هو، معلش عشان برضو الناس عايزه تعرف، يعني حبيب العدلي هيكون موجود في سجن المزرعه وليس في ملحق سجن المزرعه، مظبوط؟ لا هو يعني اللي في سجن ملحق المزرعه اللي هو هيبقى علاء وجمال ومعاه ناس ثانيه. معاهم ناس ثانيه لو معايا كشف، يعني مش هتذكر لان انا عندي 34 بس اكيد يعني حضرتك فاكر المشهورين منهم شويه. ما هو قلت لحضرتك اللي هو علاء وجمال. طيب علاء وجمال في ملحق المزرعه، واسامه الشيخ وانس الفي وعمر عسل دول في سجن القناطر. وكل واحد في اوضه. من علاء وجمال معمول لهم حساب كل واحد في اوضه، وفي هيتوزع ناس ثانيه كمان يومين ثلاثه ان شاء الله في سجن اخر. فعلى بعد ما يجهز، كان في ترميمات من ايام ما حصلت في مشاكل وحاجات زي كده، وفي المقاول احنا خلصناها، يمكن في سهرانين في الشغل لحد دلوقتي. طيب علاء وجمال وحبيب العدلي والستة مساعدين او الخمسة اللي موجودين، يعني دول بينزلوا كل يوم في القضية في اكاديمية الشرطة، هل ده معناه ان هم يكونوا موجودين في سجن واحد ولا سجون جنب بعض؟ ما هو السجون هم بينهم وبين بعض، هو او زي ما قالوا ان التفريق بينهم، فاحنا فرقنا بينهم. بس عشان خاطر اقول لحضرتك يا استاذ رميد، احنا برضه عشان ما حدش يشك ولا يعمل، احنا بقالنا حوالي اكثر من شهر
مركبين اجهزه لقطع اي اتصال الا أيوة. تليفونات معينه. النقطه الثانيه ان اي زياره بتتم تفتيشها بكل جديه وبدون خشن، يعني ما فيش خشن. النقطه الثالثه سواء المسجون او الزائر، ويمكن بينضبط حاجات في معاهم، وانتوا عارفين هذا الكلام ورجال الاعلام كلهم، وانا بعلنها دايما في كل حمله بننزلها وكل شيء بيظبط بنعلنه. ليس عشان خاطر حاجه، عشان نقول للناس ان ما فيش حد على راس وريش عندنا في السجن. النقطه الثانيه ان احنا دايما احنا او الواحد عامل حسابه ان انا مصر بتمر بمرحله تاريخيه سيذكرها التاريخ. ان كنا صرحاء مع ومخلصين للوطن او ضد الـ 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 هذا الموضوع، ومن يقبل ان يكون ضد التقدم والتطور والبعد عن عما كان يحدث قبل 25 يناير؟ طيب مين اللي يقول كده؟ اذا كان بقى واحد بيع ضميره وبيع نفسه وبيع ناسه وبيع كل حاجه وبيع وطنه. طيب. الحمد لله احنا ما فيناش هذه الصفات. سياده اللواء، يعني اشرح لي الفرق في الفلسفه بقى، لانه مثلا طب ليه هم كانوا موجودين كلهم مع بعض وايه اللي اتغير لتفريقهم؟ هل الضغط الشعبي ولا لان انتوا كنتوا انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اولا في مقتضيات امنيه كان اللي هو الحراسه، ومقتضيات اخرى وهي الحبس الاحتياطي، والمقتضى الاهم من كله المأموريات على خروجها وحال دخولها. ثانيا ان هذا السجن كان معروف ان هو بيحبس فيه كافه المراهضين للنظام. قبل كده اتحبس فيه مصطفى امين، واتحبس فيه اخوه علي امين رحمهم الله، وقبل كده كان محبوس فيهم اللي هم بتوع ثوره التصحيح بتاع السيد الرئيس السابق محمد انور السادات، وقبل كده كان محبوس فيه جماعات الاسلاميه. فيعني ما هوش جديد ان يتحطوا كلهم في هذا المكان. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان المبررات عندنا كانت قويه، لكن هناك ادى التوزيع ده الى عمل تحركات في الضباط وفي القوات وانتداب قوات من خارج منطقه القرى لتعزيز تلك الخدمات. فدي نقطة. النقطة اللي احنا كنا متأكدين منها ان ما كانش فيه، كانت كل الحركات تحت الرقابة الجادة من إدارة السجن ومن القطاع. ويمكن في حاجات يمكن ما تعرفهاش، ان لما بيحصل بتاع والحالة النفسية اللي بتسوقهم بعد إجراءات التفتيش والحملات التفتيشية واللي بيخضعوا لها زيهم زي اي مسجون. ويمكن حضرتك لو سمعتي، معرفش الدكتور صفوت صفوت الشريف صفوت حجازي كان بيقول في احد القنوات، انا سمعته قال انا لنا ناس ومتاكد ان ما فيش اتصالات ولا فيش الكلام ده. طيب يعني هل يتم اعداد مستشفى سجن ترى لنقل الرئيس السابق مبارك، ولا ده قرار قاضي، ولا ايه بالظبط؟ لا هو حضرتك عشان نكون في الصوره، هو حكايه المستشفى دي احنا واجب نعرف الاتي. اولا المستشفى، مستشفيات السجون عموما ليست كانت مخصصه للحالات الحرجه او اللي هو المريض بالقلب والحالات الحرجه عموما، كل مستشفيات السجون. فلما جه كانوا في بدايه الامر هيحطوا هيجيبوه، فقالوا هيشوفوا مستشفى السجن قادره على كده ولا لا. انتدب السيد النائب العام اطباء اساتذه جامعيين لبيان من اخصائيين في امراض القلب والحالات الحرجه لمعاينه المستشفى والتاكد من قبولها مثل هذه الحالات. وخرجت اللجنه من هذا الموضوع وقررت ان هناك في ثلاث اشياء تحتاجها المستشفى: ترميمات وفي حاجات في الانشاءات، حاجات في الاجهزه، حاجات في العنصر البشري اللي هم الاطباء واللي هم المتخصصين في مرض القلب والحالات الحرجه وكذلك الممرضين. هذا الموضوع بمجرد ما تاريخ الفكره ده وصل وعرفنا ايه هو اللي محتاجينه، قامت الوزاره من جانبها
بتخصيص النواحي المالية لشراء الأجهزة وعمل الترميمات في المستشفى، وبرضو تم التنسيق ما بين الخدمات الطبية وبين القطاع لتوفير العنصر البشري. تم تسليم هذه المستشفى منذ أيام لشركة أعمال عشان تعمله، وجاري الانتهاء معرفش من البث الفني أو البث المالي للأجهزة. هنا في هذا الموضوع هيتم هذا الموضوع. ثانيا ان هذا الموضوع احنا مستقبلين، والله لو قالوا لنا خدوا عندك بالحاله دي واقبلوا ويحصلوا اللي يحصلوا انا خلاص. لا معلش، مين اللي بيقول لحضرتك خدوا عندك، القاضي ولا مين بالظبط؟ ما هو دلوقتي في حوزه المحكمه. ايوه. النقطه الثانيه او النيابه، انا يعني ليس دي داخل يعني النيابه او القضاء. النقطه الثانيه اللي بعد كده، احنا عندنا حالات بتخرج في المستشفيات وبتتعالج في المستشفيات، ساعات بتطلع وبترجع في نفس اليوم، وساعات بتحجز وتقوم مديريات الامن الواقع في دائرتها المستشفى ان هي بتتامن. وانتوا حضرتكم عارفين ان في المستشفى اللي هو المانيا اللي هو الفرنساوي او المستشفى اسيوط او في حجرات مخصصه لحجز المساجين. طيب يعني حضرتك بتقول لي سياده اللواء، حضرتك بتقول لي انه في ترميمات مطلوبه والترميمات بتتعمل او هتتعمل، مظبوط؟ تمام. ان في طاقم اطباء وطاقم ممرضين مطلوب، ده هيجي ولا مش مطلوب؟ يعني هل الوزاره ان شاء الله في تنسيق بيننا وبين الخدمات الطبيه في قطاع الخدمات الطبيه في الشرطه. طيب اذا قررت النيابه او قرر القاضي مستشار احمد رفعت نقل رئيس سابق مبارك الى ترى، ممكن المستشفى دي تكون جاهزه خلال قد ايه؟ لا خلال قد ايه دي انا قلت لحضرتك بالنسبه للعمليه الانشائيه ده المقاول خدها وقالوا ان بيتم في خلال شهرين. البث الفني او المالي في جزء منهم انتهينا منه، والجزء الثاني بيتم، وده بيبقى في عضو من مجلس الدوله وفي لجنه بتبت في هذا الموضوع وبعد كده بيوردوا. يعني هي العمليه ما هياش يعني احنا على الرحب والسعه في اي وقت، لان العوائق الماليه دي والروتين المالي بيتعب الدنيا، واي واحد بيخاف دلوقتي من ناحيه النواحي الماليه احسن يقول لك لا ده في الامر المباشر غلط، هاتوها ملوه الكلام ده. ده كلها اجراءات بتتم بمعرفه لجنه وبيكون مجلس الدولة ممثل فيها أحد المستشارين بتوعه. طيب أشكرك سيادة اللواء محمد نجيب رئيس قطاع السجون بوزارة